بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ناخذ الدوال المتسامية أو المتعالية أو الـ integration of transcendental function. الدوال المتسامية أو المتعالية أو transcendental function هي مجموعة من الدوال اللي تقريبا تمتاز بميزات خاصة مثل دالة اللين ودالة الإكسبونينشال ودوال الإنفيرس بالتراجومتريك فانكشن وسيكن والكوسيكن، وراح نتعرف عليها بالتفصيل. أول ما ناخذ integration of inverse function، the integral of 1 على u du، إذا عندي دالة u ودالة بالمقام والdifferential مالتها du موجود، ويجب أن تكون if u is differentiable، يعني دالة قابلة للاشتقاق، مو دالة غير قابلة للاشتقاق، لا دالة قابلة للاشتقاق يعني أنها مشتقة. وthat is never zero، عادة لا تكون لا تساوي zero، فالتكامل مال 1 على u du يساوي لين absolute value of u زائد c. إذا عندي du والu موجود، فتكامل du على u يساوي لين absolute value of u. Example. Evaluate the following integral. احسب التكامل التالي. اولا تكامل x على 3x تربيع زائد 4 dx. لو افترضنا انه اليو مالتنا هي المقام اللي هي 3x تربيع زائد 4، وطبعا لازم البص موجود بي ديو، فلو نشتق الديو مالتها ال 3x تربيع زائد 4، ال 3x تربيع مشتقتها 6x زائد 0 dx. هسه ايش عندنا بالمقام؟ عندنا x dx، فيراد لنا 6، فاذا x dx موجوده بالمقام تساوي du على 6، وكاننا ما ضربنا وقسمنا على 6، فصار x dx على 3x تربيع زائد 4 يساوي 1 على u du على 6. اذا نطبق قاعده الانتجرال مال تكامل 1 على u في du هو لين absolute value of u، وال1 6 constant خارج التكامل زائد c لان التكامل غير معرف indefinite integral، وراح يساوي 1 على 6 لين 3x تربيع زائد 4 absolute value زائد c. والabsolute value سبب وجوده لان اللين ما ياخذ قيمه سالبه، دائما اللين يبدا لين الواحد صفر ويستمر، ما راح ياخذ قيمه سالبه، دائما اللين قيم موجب. نعم. بالنسبة للمثال الثاني definite integral اللي تكامل من صفر إلى 2x على x تربيع ناقص 5 dx، طبعاً هنا اليو مالتي هي x تربيع ناقص 5، الديو مالتي 2x dx، عندي بالمقام 2x زائد dx، فأجي أعوض ب2x زائد dx بالديو، وعندي بالمقام حدود التكامل، بما انه التكامل صار محدد، كان دي اكس وكانت حدود التكامل الاكس من صفر الى 2، هسه صار التكامل للدي يو، فاذا حدود التكامل الى اليو، وابدي اما اعوض بعد التكامل اعوض يو وابدا اعوض الاكس، او الافضل استخرج اليو لان صار التكامل للدي يو، وعند الاكس يساوي صفر اعوض اليو تساوي ماينس 5، عند الاكس يساوي 2 اليو يساوي ماينس 1، فصار التكامل بدلا من 0 الى 2 للاكس صار من ماينس 5 لماينس 1 ديو على يو لنيو، وعوض قيمه اللين واستخدم القاعده لين الابسوليوت راح يصير لين الواحد ماينس لين الخمسه، لين الواحد صفر ناقص لين الخمسه ويساوي ماينس لين الخمسه. هذا طبعا بالنسبه للتكامل المحدد. ناخذ مثال اخر على التكامل المحدد اللي هو تكامل 4 كوساين ثيتا على 3 زائد 2 ساين ثيتا دي ثيتا. هنا لو افترضنا انه اليو تساوي 3 زائد 2 ساين ثيتا، ديو مالتي 3 كونستانت و2 ساين ثيتا مشتقة الساين كوساين ثيتا دي ثيتا. عندي بالمقام 4 كوساين ثيتا دي ثيتا، فيراد الأربعة أقسم على 2 وأصير 2 ديو. وطبعا هنا كانت حدود تكامل الى الثيتا، صار نخلي حدود تكامل لمن لليو، فعوض مره ناقص باي على 2 ساينها 0 تصير 3، ومره اعوض طبعا هنا العفو ناقص 1 هنا تصير 3 ناقص 1 2 3 ناقص 2 1،
ومره عوض الباي على 2 اللي هو 1 راح يصير 3 زائد 2 5 في حدود تكامل من 1 الى 5 وصار تكامل من ناقص باي الباي على 2 صار من 1 الى 5 وصار 2 دي يو على يو ويساوي 2 لين نفس اليود فاليو وحدود لليو وحدود التكامل 1 الى 5 وعوض 2 لين 5 ناقص ان الواحد لين الواحد صفر ويساوي 2 لين 5. هنا راح ناخذ امثله بها راشنال فانكشن يعني بها كسر دينومينيتر ومنومينيتر بسط ومقام. فطبعا اذا كان الدينومينيتر اللي هو المقام اقل من البسط او يساوي انقسم حسب هذا المثال. طبعا بعد ما نرتب الاوردر فتكامل 5 اكس زائد 2 على اكس زائد 1 البسط والمقام نفس الاوردر ابدا اقسم قسمه طويله 5 اكس زائد 2 ارتبهم تنازليا هنا كذلك المقسوم عليه رتبه تنازليا حتى حصل على 5 اكس اضرب 5 5 في اكس 5 اكس 5 في 1 5 نزل كل واحد تحت المتغير جوا المتغير الثابت جوا الثابت وابدي اقلب الاشارات الموجب سالب والسالب موجب يبقى ماينص 3 اذا النتيجه 5 ماينص الباقي اللي هو 3 مقسوم على x زائد 1 dx فتكامل 5 هو 5x تكامل 3 على x زائد 1 هو 3 لين x زائد 1 زائد c. ناخذ مثال شويه باوردر اعلى ناخذ هذا المثال انتجرال تكامل غير محدد x تربيع زائد 2x زائد 2 على x زائد 2 هنا ننتبه انه الاس مال البسط هو اعلى باوردر بمرتبه من اس المقام فنبدا نقسم بالقسمه الطويله ونرتب المقام البسط ترتيب تنازلي الاكس تربيع بعدين الاكس بعدين الثابت المقام الرتبه كذلك تنازلي البي متغير بعدين الكونستانت ونبدي نحصل الاكس تربيع حتى نحصلها من الاكس نضرب اكس يصير اكس في اكس اكس تربيع اكس في 2 2 اكس وتبقى ما عندنا كونستانت نطرح يبقى 2 اذا التكامل راح يساوي اكس زائد 2 على المقسوم عليه اكس زائد 2 تكامل الاكس واكس تربيع زائد 2 تكامل 2 على اكس زائد 2 هو عباره عن 2 لين اكس زائد 2 ابسولوت فاليو زائد سي لان التكامل غير محدد. طبعا هنا تكامل 6 اكس العفو السؤال السادس تكامل دي اكس على اكس دين اكس. هسه لو افترضنا هنا شويه واحد ينتبه انه افترضنا انه اليو هي لين اكس اليو مال تي لين اكس الديو مالتها مشتقه اللين هي واحد على اكس فاذا اقدر اقول انا بالنسبه لي دي اكس هي اكس على لين اكس واقدر اقول هي ديو على يو واليو مال تي لين اكس ويساوي لين يو ويساوي لين لين اكس زائد سي. لو ناخذ مثال شويه بعد فكره اخرى لتكامل اللين اللي هي تكامل دي اكس على جذر اكس مضروب في 1 ناقص جذر اكس، هسه لو افترضت انه اليو تساوي جذر اكس. طبعا هنا اليو يساوي جذر اكس، اذا اليو تربيع شو يساوي؟ اكس تربيع. الدي يو شو يساوي؟ 2 يو دي يو يساوي دي اكس. اشتق الطرفين اليو تربيع مشتقة 2 يو دي يو ومشتقة الاكس دي اكس. اجي اعوض هنا، الدي اكس ايش اعوض عنها؟ 2 يو دي يو جذر اكس يو 1 ناقص يو صار يو في 1 ناقص يو يو تختصر ويو بقى 2 على دي يو على 1 ناقص يو ويساوي الاثنين خارج التكامل دي يو ماينس يرادلنا بس مشتقه ما داخل القوس لو سميناها ال1 ناقص يو هي الزيت والدي زيت هي عباره عن دي يو ماينس دي يو عوضها ويصير التكامل لين ابسولوت زد والزد هي 1 ناقص يو واليو يساوي جذر اكس فصار عندي ماينص 2 ماينص 2 لين 1 ناقص اليو واليو هي جذر اكس زائد ان سي. ناخذ انتجرال تان اكس كوتان اكس وسيكن اكس وكوسيكن اكس. طبعا هاي من الدوال هم خلينا نقول المتساميه واللي هي ترانسيدنتال فانكشن احسب تكامل تان اكس دي اكس
طبعا التان هو ساين على الكوساين، تجيب على تجيب تمام، ساين اكس كوساين اكس. هسه احنا لو انتبهنا انه الكوساين اكس بالمقام وساين اكس بالبسط، لو افترضنا انه اليو تساوي كوساين اكس، الديو مالته ماينس ساين اكس دي اكس، اذا ساين اكس دي اكس هي عباره عن شنو؟ ماينس ديو، عوضنا عنها ماينس ديو على يو اللي هي كوساين اكس، ويساوي ماينس لين ابسولوت فاليو اوف يو. من خواص اللين انه السالب بالامكان يصير يو اس ماينس واحد، اللي هي واحد على كوساين اكس، والواحد على كوساين اكس هو سيكن اكس. فاذا راح يصير تكامل الدان اكس هو عباره عن كوساين اكس اس ماينس واحد، هي واحد على كوساين اكس، والواحد على كوساين اكس هي سيكن اكس. اذا تكامل الدان اكس هو ابسولوت فاليو اوف سيكن اكس زائد سي، تكامل غير محدد. لو ناخذ تكامل التكامل الاخر اللي هو تكامل الكوتان، تكامل كوتان اكس بنفس الطريقه، الكوتان هو كوساين على ساين، لو افترضنا انه اليو هي ساين اكس، ديو كوساين اكس، فراح يصير تكامل كوساين اكس على ساين اكس دي اكس، ويساوي تكامل ديو على يو، ويساوي ابسولوت لين ابسولوت فاليو اوف يو زائد سي و لين ساين اكس. وطبعا هنا اذا دخلنا الاشاره سالبه بالامكان يصير سيكن. تكامل هسه تكامل الكوتان هو لين ابسولوت ساين اكس زائد سي. تكامل السيكن اكس طبعا السيكن هنا يعني واحد ما تجي على باله هاي الطريقه، نضرب بسيكن زائد تان اكس بسط ومقام. السيكن مضروبه بالسيكن زائد تان اكس يصير سيكن تربيع زائد سيكن تان اكس. لو افترضنا المقام سيكن اكس زائد تان اكس هي عباره عن يو، والديو مالتها هي عباره عن سيكن تان اكس زائد سيكن تربيع، وبالتالي لان مشتقه السيكن سيكن تان، مشتقه التان سيكن تربيع، فصار وكانما المقام هو عباره عن الديو، والعفو البسط عباره عن الديو، والمقام عباره عن يو، فصار عندي تكامل يو ديو على يو، ديو على يو ويساوي لنفس لن يو، واليو هي عباره عن شنو قلنا؟ سيكن زائد تان. اذا تكامل السيكن هو لين سيكا ابسولوت فاليو اوف سيكا زائد تان. بنفس الطريقه تكامل الكوسيكن ناقص لين كوسيكا زائد كوتان زائد سي. اذا نعيد التكاملات ذني الاربعه، تكامل التان هو لين سيكن، تكامل الكوتان لين كوس ماينس لين كوسيكن، تكامل السيكن هو لين سيكن زائد تان، والكوسيكن ماينس لين كوسيكن زائد كوتان. ناخذ امثله ايفالويت تكامل محدد ديفينيت انتجرال من صفر الباي على 6 تان 2 اكس دي اكس. طبعا هنا اليو مالتي هي 2 اكس، الديو مالتي 2 دي اكس، اذا الدي اكس هي ديو على 2 عوضها. التكامل راح يصير حدوده بدلا من الاكس لليو، الاكس اذا صفر اليو صفر، الاكس اذا 2 تصير باي على 3، فحدود التكامل من صفر الى باي على 6 تصير من صفر الباي على 3 تان يو ديو. تكامل التان هو لين سيكن يو، نجي نعوض لين السيكن هو واحد على الكوساين، واحد على كوساين باي على 3 نعوضها، ولين واحد على كوساين الصفر هم نعوضها، تطلع لنا القيمه اللي هي نصف لين 2. هذا هوم ورك عندنا. هسه ناخذ داله الاكسبوننشال. احنا طبعا الاكسبوننشال اي هي 2.71828، هو فد رقم، وهذا شافوا الرقم انه اي تو ذا الواحد هو 2.7، من اخذ للين هنا الدوال قلنا متساميه راح يساوي 1، اذا لين الاي يساوي 1، وبمعنى انه القيمه اللي يرفعها وتساوي 1 هي طبعا بدوال اللين تساوي الاي. وهنا راح نتعرف باللوغارثميك، اذا جذر اللوغارثميك اي الاي اذا صار اللوغارثميك اي راح يسمى بدوال اللين، دوال اللين، وفرق عن اللوغارثميك العشري او اللوغارثميك فور اي اذا اي اي قيمه اخرى، لكن اذا صارت الاي هي اي اللي هي 2.71828 راح تصير الداله ناتشرال لوغارثميك او اللوغارثميك الطبيعي مو العشري.
هسه احنا عندنا الاي تو ذا يو، يعني الاي هي عباره عن رقم 2.7 طبعا، ولذلك هسه الرقم هذا 2.17 اذا رفع الاس 1 يبقى نفسه، اذا رفع الاس 2 4، اذا اس 3 نفسه 2.7 في 2.7 في 2 وهكذا. تكامل اي تو ذا يو دي يو هو نفسه اي تو ذا يو زائد سي. مثلا هسه اذا عندي تكامل اي تو ذا 3 اكس دي اكس، هو اذا افترضت انه اليو مالتي هي عباره عن اي تو ذا 3 اكس، فالدي يو مالتي 3 اي تو 3 اي تو ذا 3 اكس دي اكس. وطبعا راح اعوض هنا، طبعا الدي يو مالتي هي 3 اي تو ذا اكس دي اكس، 3 ما موجوده، اذا اقسم على 3 وبقسم على 3 صار دي يو على 3، اذا صار تكامل دي يو على 3، وتكامل الدي يو هو يو، واليو هي اي تو ذا 3 اكس على 3 زائد سي. وهناك طريقة أخرى، لو نأخذ e to the sine x cosine x dx، لو افترضت إنه e to the u هي واليو مالتي sine x، الديو مالتي cosine x dx، إذن ما عنده مشكلة، صار تكامل e to the u du اللي هو يساوي e to the u زائد c، واليو هي sine x، أرجع عوضها صار e to the sine x زائد c. نأخذ example آخر باليو متغيرة لقيم أخرى، تكامل e to the 3 x زادا 1 dx، إذا اليو مالتي 3 x dx، الديو مالتي 3 dx، إذا dx يساوي du على 3، عوض عن dx بdu على 3 وعوض عن اليو ب 3 x زادا 2 3 x زادا 1 عوض عنها بu، صار تكامل e to the u du اللي يساوي e to the u على 3 زادا c، واليو مالتي 3 x زادا 1. Another example، عندي تكامل x e to the x تربيع ناقص 3، لو افترضت انه ال u هي x تربيع ناقص 3، الديو مالتي 2x dx، عندي ال x وعندي ال dx بس ال 2 ما عندي، اضرب اقسم او اقول x dx هي du على 2، فصار تكامل e to the u du على 2، تكامل e to the u du هو e to the u وعلى 2 زائد c، واعوض ال u اللي x تربيع ناقص 3. Another example، مثال آخر، تكامل e to the x على e to the x minus 1، لو افترضت انه ال u مالتي هي e to the x ناقص 1، ال du مالتي هي e to the x، موجود e to the x، إذا أقول du على u تكامل لين absolute value of u زائد c، وال u مالتي e to the x minus 1 زائد c، وعندي تكامل e to the x تربيع زائد e to the x، هنا أدخل e to the على لين، إذا الأساس مرفوع إلى أسين مجموعات وعبارة عن كانت في الأساس عملية ضرب، يعني e to the a في e to the b e to the a زائد b، إذا تساوت الأساسات نجمع الأسس، فنوزع ال e to the صير e to the x في e to the e to the x. زين، إذا افترضت إنه ال u مالتي e to the x، ال du مالتي شنو e to the x dx، إذن أقول e to the u du ويساوي e to the u، واليو مالتي e to the x، فصار e to the e to the x زائد c. عندنا homework آخر، نستمر بالدوال المتسامية، الدوال اللي أساسه a، طبعا هسه إحنا صار عندنا صار كان عندنا دوال أساسه e، والe هي 2.718. هسه الدوال مثلا هسه 2 اس اكس او 2 اس 5 ناقص اكس، يعني او 3 اس اكس او 10 اس اكس وهكذا، يعني الاساس مالته مو اي اللي هي 2.7، لا اساس يختلف. فنشوف شنو الانتجرال، على شرط انه الاي لا يساوي 1، الاي لا يساوي 1، لان لن الواحد يساوي لن الاي لا يساوي 0، لان الاي لا يساوي 1 لان لن الواحد يساوي 0. فهسه هنا طبعا الدي اي اس يو هو عباره عن شنو؟ اي اس يو في لن اي دي يو لا دي اكس، وطبعا هسه لو اقسم على لن اي بصير دي واحد على لن اي دي اي اس يو دي اكس اي اس يو دي يو لا دي اكس، هاي طبعا فراح يصير عندي اي اس يو دي يو لا دي اكس في الدي اكس هذا الطرف، ويساوي هذا الطرف اللي هو واحد على لين اي دي اي لا دي اكس، لين اي كونستانت التكامل يلغي التفاضل، راح يبقى واحد
واحد على لين اي اي اس يو زائد سي. اذا تكامل تكامل اي اس يو دي يو هو واحد على لين اي اي اس يو. هسه لو الاي هي اي فراح يصير اي اس يو دي يو. طبعا لين الاي واحد لان لين هي عكس الاي الاكسبوننشال. هي لين هي عكس الاكسبوننشال. هسه نقول مثلا اي تو ذا واحد لين الاي تو ذا يكنسل اللين تكنسل الاي وكانما داله عكسيه لها. وبالتالي اذا عندي لين الاي يساوي واحد وراح يصير عندي اذا الاي اي راح يلغي ويرجع قانون تكامل اي تو ذا يو دي يو يساوي اي تو ذا يو. لكن اذا الاي تختلف مثلا 2 3 5 او اي رقم لازم اخلي واحد على لين اي اي اس يو زائد ان سي. وهاي الامثله توضح التطبيق. تكامل 2 اس اكس دي اكس. هسه الاي مالتي ايش قد 2 زين. اي اس يو اليو مالتي اكس الدي يو مالتي دي اكس فصار واحد على لين 2 اي الاي اس يو نفسها تبقى اي اس اكس الاي 2 2 اس اكس زائد ان سي. ناخذ مثال اخر. عندي 2 ساين اكس كوساين اكس دي اكس. هسه الاي هي 2 اليو مالتي ساين اكس الدي يو مالتي كوساين اكس دي اكس. اذا موجود الدي يو والاي اس يو فالتكامل اي اس يو هو واحد على لين اي الاي 2 فواحد على لين 2 2 اس يو واليو مالتي ساين اكس فيصير واحد على لين 2 زائد 2 اس ساين اكس زائد سي. عندي مثال اخر. تكامل تان 7x سيكنت تربيع 7x دي اكس. هسه الاي مالت 3 اليو تان 7x مشتقه الدي يو مالت سيكنت تربيع 7x وما داخل الزاويه 7x مشتقه 7 دي اكس. كلها موجوده عند السيكنت والدي اكس لكن بس ال7 اضرب اقسم صار دي يو على 7 فصار اي اس يو الاي 3 ديو راح يصير لين الاي اللي هو لين الثلاثة والسبعة واحد على سبعة خارج التكامل كونستانت. اي اس يو تبقى نفسه ويساوي واحد على سبعة لين الثلاثة زائد الثلاثة تان 7 اكس زائد سي لان التكامل غير محدد. لو ناخذ تكامل 2 اكس كوساين 2 اكس دي اكس. طبعا هنا 2 اس اكس كوساين 2 اس اكس. هسه هنا شوي ننتبه. لو افترضنا انه اليو مالتي 2 اس اكس الديو مالتي هي لين 2 مشتقه ال 2 اكس هي لين 2 2 اس اكس دي اكس. اذا انا عندي 2 اس اكس دي اكس موجوده بس اقسم على لين 2 فصار كوساين يو ديو على لين 2 وتكامل الكوساين هو ساين يو لان موجوده الديو مالتي لين 2 زائد سي وارجع اليو اللي هي 2 اس اكس. مثال اخر. تكامل سيكن تكعيب اكس زائد اي تو ذا ساين اكس سيكن اكس دي اكس. شويه هنا واحد ينتبه. هنا قسم السيكن على صار سيكن تربيع على سيكن وهنا اي تو ذا ساين اكس على سيكن اكس. هنا لو ننتبه طبعا هنا شويه ننتبه سيكن تكامل سيكن تربيع وتان وتكامل اي تو ذا ساين اكس سي واحد على سكن اكس وكوساين اكس فالاي تو ذا تكاملها نفسها بس نوفر الديو الديو هو اليو مالت ساين اكس الديو مالت كوساين اكس دي اكس فصار تكامل السيكن هو تان اكس وتكامل اي تو ذا يو هو عباره عن اي تو ذا يو نفسها بعد ما نوفر الديو. المثال السادس. اي تو ذا تكامل اي تو ذا اكس ماينس اي تو ذا ماينس اكس على اي تو ذا اكس زائد اي تو ذا ماينس اكس دي اكس. لو جعلنا اليو مالتي اي تو ذا اكس زائد اي تو ذا ماينس اكس اللي هو المقام الديو مالته شنو هي اي تو ذا اكس ماينس اي تو ذا ماينس اكس. بعد ما مشتقه الاي تو ذا اكس نفسها مشتقه اي تو ذا ماينس اكس نفسها بس نشتق الاس مالته اللي هو ماينس اكس اللي هو ماينس 1 دي اكس فصار عندي تكامل ديو على يو بس الإشارة السالبة العفو الإشارة السالبة ظهرت بالديو فصير لين ابسوليوت فاليو اوف يو واليو مالتي اي تو ذا اكس زائد اي تو ذا ماينس اكس زائد سي من تكامل غير محدد. عندنا مثال اخر.
تكامل A to the 2T جذر 1 زائد A to the 2T dt. هنا ننتبه هنا لو افترضنا أن الواحد زائد A to the 2T هي U والديو مالتها هي عبارة عن 2 A to the 2T dt. موجودة A to the 2T dt باستيرادنا الاثنين قسم نضرب ونقسم أو ننقل للطرف صار الديو على 2 فصار A to the نص ديو على 2 و يو اس ان قاعده التكامل يو اس ان ضيف الاس 1 مقسم على الاس الجديد بصير يو اس 3 على 2 على 3 على 2 ورجع اليو الاصليه اللي هي 1 زائد اي تو ذا 2 تي زائد ان سي. عندنا تكامل اكس في 4 اي تو ذا ماينس اكس. هسه اي اس يو اليو مالتي اليو مالتي 4 ناقص اكس تربيع الديو مالتي لين 4 4 ناقص اكس تربيع ناقص 2 اكس دي اكس طبعا مشتقه الماينس اكس تربيع هي ماينس 2 اكس دي اكس ومشتقه الاساس هو الاي اللي هو لن الاي في الاي نفسها اس يو وهسه كل شيء موجود عندي الاكس موجوده بس عندي الماينس 2 ولن 4 اقسم عليهن واقول تكامل ماينس يو ديو على 2 لن يو التكامل الديو هو نفسه ماينس يو يصير ماينس 4 ناقص اكس تربيع على 2 لين 4 زائد ان سي. هسه عندي الدوال الاساسه اي هنا شويه اخذ اللوغاريتمك مالتها. انا طبعا اذا اللوغاريتمك اذا الاي عشري مثلا هسه 10 اس 2 اللوغ مالتها 2 10 اس 1 1 لكن اذا الاساس مالتها اي يسمونه لين فلن الاي 1 وطبعا هنا لازم اراعي يعني لان الاساس مالته هسه لو كان الاساس 10 بقول هسه 10 اس 3 اللي هو الالف اللوج مالته 3 يعني اللوج مالته 3 شنو المقدار اللي ارفع شنو المقدار اللي ارفع 3 ويصير الف اللي هو اذا كان الاساس 10 العفو خلينا شنو المقدار اللي ارفع به ال 10 ويصير الف اللي هو الثلاثة طبعا هاي يسمون اللوغ اذا كان الاساس 10 لوغاريتمك 20 واذا كان الاساس اي اللي هو 2.71828 راح يصير ناتشرال لوغاريتمك واذا صار اي اساس اخر يسمون لوغاريتمك اي يعني اي قيمه لوغاريتمك اي لاي اس اكس ورجعها اكس نفسها مثل ما اقول لين اي اس اكس واكس لين اي لان اللين يعني تلغي او تكنسل الاي الاي اللي هي 2.7 وكذلك لوغاريتمك اي للاساس اي اي اذا الاي 10 يعني لوغاريتمك 10 اس اكس اللي خلينا نقول 10 اس 3 تطلع 3 واذا اي اس لوغاريتمك اكس هو كذلك هم يساوي اكس يعني اللوغ ياكل الاي والاي ياكل اللوغ ومثل لين اي والاي اسلين وحده تلغي الثانيه تكنسل لان عمليه عكسيه. وهنا عندنا القاعده شو تقول؟ لوغاريتمك اي للاساس اي الاكس راح يساوي لين اكس على لين اي حتى نسهل العمليه راح يساوي لين اكس على لين اي واحنا مشتقه اللين وتكامل اللين عندنا معروف. ومن الخواص اللوغاريتمك للاساس اي ضرب هو جمع والقسمه وطرح والان تطلع خارج والاوس يمكن الجذر هو واحد على ان وطبعا مشتقه اللوج اي اس يو مثل ما مشتقه اللين هو واحد على اليو في لين اي اذا صارت الاي اي لين الاي تكنسل واحد فاذا مشتقه اللين يو واحد على يو اذا صار الاساس اي لا واحد على لين اي واحد على يو إذن أنا إذا أريد أكامل واحد على يو والأساس مالتي هو أي لازم أوفر لين أي نأخذ example تكامل log للأساس 2x على x طبعا هسه هنا انتبه هنا الأساس مالتي جيت 2 x على x زين فطبعا اللوج شو أسوي له أرجع للين اللي هو راح يصير لين x على لين 2 صار لين x على لين 2 دي x لين 2 كونستات ما لها اي علاقه بها طلع خارج التكامل بقى لين اكس دي اكس اذا اعتبرتها يو والديو مالتي 1 على اكس دي اكس فصار تكامل يو اس ان اللي هو لين اكس اس 1 يصير لين اكس اس 2 على 2 زائد ان سي ويساوي لين اكس
لين تربيع اكس. طبعا هنا ننتبه التربيع على اللين مو على الاكس، على اللين على الداله ككل بعد ما اخذ قيمه اللين واربعها للداله. هنا عندي لوج الاساس 10 اكس زائد 2 على اكس زائد 2 دي اكس. اقسمها راح يصير عندي لين الاساس مالتي هو اللوغاريتمك العشري هنا. راح يصير لين اكس زائد 2 على لين 10 دي اكس على اكس زائد 2، وكذلك نفس الطريقه اليو مالتي لين اكس زائد 2 يو هي 1 على اكس زائد 2 فيصير يو تربيع على 2 زائد سي، واليو مالتي اكس زائد 2 على 2 لين 10 زائد سي. التكامل غير محدد، وشكرا، نكتفي بهذا القدر.